هكذا وشهدت أروقة الاتحاد الأفريقي نشاطا مكثفا لمصر على هامش أعمال القمة 37، حيث عقد السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية ورئيس الوفد المصري عددا من اللقاءات الثنائية تناولت أولويات إقليم شمال أفريقيا خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2024-2025 وتطورات السلم والأمن في دول جوار مصر وفي منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، فضلا عن تناول التعاون القائم بين مصر والمنظمات الإقليمية والشركاء الدوليين لدفع مجالة التنمية والسلم والأمن في القارة الأفريقية. كما ركزت النقاشات بشكل خاص على التطورات في دولة الصومال الشقيقة وسبل دعم سيادتها ووحدة أراضيها.